نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. أهلا بكم. تداعيات قرار الإفراج عن ميشيل السماحة متواصلة، وفيها مطالبة أهل الموقوفين الإسلاميين بتسريع المحاكمات وأصدار الأحكام وأخلاء من استوفى مدة توقيفه سجنا. وقفة وطنية أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودعوة الرئيس فؤاد السنيورة إلى وقفة في كل المحاكم لمدة 10 دقائق بعد غد الاثنين. كلام في المحافل السياسية عن مدى تأثر العملية الانتخابية الرئاسية بقرار المحكمة العسكرية. ترقب طلب وزير العدل من مجلس الوزراء إحالة قضية سماحة إلى المجلس العدلي. محليا أيضا، مطار رفيق الحريري الدولي تحت المجهر الدولي، والحاجة ماسة إلى تطوير أجهزة في الشحن بناء لطلب أوروبي، وقد تفقد وزير النقل المطار لهذه الغاية. خارجيا، الإرهاب ضرب في واغادوغو فيما الاتفاق النووي أطلق من فيينا، ووزير الخارجية الإيراني يرى في الاتفاق تأمينا لاستقرار المنطقة ومجالا للتعاون مع السعودية في مواجهة التطرف. تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تبنى الهجوم الإرهابي المسلح على فندق سبلانديد وأحد المطاعم في وسط واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في إفريقيا، حيث قتل أكثر من 20 شخصا في الهجوم، في حين تمكنت القوات الأمنية من قتل المهاجمين ضمنهم عربي وإفريقيان. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في بيان للإليزي ندد بالاعتداء ووصفه بالمقيت والجبان، مؤكدا أن القوات الفرنسية تقدم دعمها لقوات بوركينا ولرئيس بوركينا فاسو غوش مارك كريستيان كابوريه. سفير فرنسا جيل تيبو أعلن أن قوات الأمن نفذت عملية فجر السبت، وأوضح وزير الاتصالات ريميز دانجينجينو أن هجوم قوات بوركينا استمر بدعم من القوات الخاصة الفرنسية على المعتدين. وتتمركز قوات خاصة فرنسية في ضاحية واغادوغو في إطار محاربة المسلحين في منطقة الساحل، كما تنشر واشنطن 75 عسكريا في البلاد، وأفادت أنها تقدم دعما للقوات الفرنسية في العملية. وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد قررت تحريك 4 مقاتلات طراز AMX وطائرة من دون طيار طراز بريداتوري إلى قاعدة تريباني بيرجي الجوية في صقلية. وأوضحت هيئة الأركان العامة الإيطالية أن هذا القرار اتخذ بسبب التطورات الأخيرة في شمال إفريقيا وما تسفر عنه من تدهور الوضع الأمني في المنطقة، مشيرة إلى أن الهدف من الإجراء المذكور هو ضمان الأمن في مجال حماية المصالح الوطنية الإيطالية في البحر المتوسط. إذن، وبحسب ما أعلن ظهر السبت، فإن العملية العسكرية في واغادوغو أدت إلى تحرير 130 رهينة ومقتل 3 إرهابيين. إيران تستعد لرفع العقوبات عنها، والناطق باسم البيت الأبيض يطالب بالتحقق بصورة مستقلة من الخطوات التي اتخذتها إيران. وفي خطوة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، أعلنت طهران الإفراج عن 4 سجناء. اجتماع العاصمة النمساوية فيينا بين أمريكا والاتحاد الأوروبي وإيران يمهد لرفع العقوبات عن طهران وبدء تطبيق الاتفاق النووي، إذا ما أكد التقرير الدولي وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق. وبالتزامن مع اجتماع الاتفاق النووي، أعلنت طهران الإفراج عن 4 سجناء يحملون الجنسية الأمريكية في عملية تبادل ستفرج بموجبها الولايات المتحدة أيضا عن 7 إيرانيين. صفقة التبادل شملت مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رازيان. في وقت أوضح الناطق باسم البيت الأبيض جورج إرنست أنه ينبغي التحقق بصورة مستقلة من الخطوات التي اتخذتها إيران فيما يخص تنفيذ الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات على النظام الإيراني مستقبلا. هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران سترفع السبت، ولا يستبعد تأجيل المراسم المتبعة إلى يوم الأحد. أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري القادم من لندن إلى فيينا يجتمع مباشرة مع ظريف الذي وصل إلى العاصمة النمساوية في وقت سابق. في الملف السوري، الأمم المتحدة تناقش محاصرة المدنيين داخل المناطق وتضع المسؤولية الأساسية على جهات المحاصرة.
لا أحد يهتم بالشعب السوري أكثر من حكومة الرئيس بشار الأسد. الكلام لمنذر منذر نائب السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جلسة خصصت للبحث في حصار 400,000 شخص، نصفهم في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، ونحو 180,000 نسمة في مناطق حكومية، إضافة إلى 12,000 شخص في مناطق تسيطر عليها جماعات معارضة مسلحة. وكأن الموضوع هو إجراء إداري بحت، وهذا الطرح فيه تبسيط وتشويه متعمد لحقيقة الوضع على الأرض. فهناك عدة اعتبارات لا يمكن لأحد تجاهلها في هذا الصدد، ومنها أننا نتحدث عن تقديم مساعدات لأماكن ساخنة تتواجد فيها أو خارجها تنظيمات إرهابية مسلحة، بما في ذلك تلك المدرجة على قوائم مجلس الأمن وتجري فيها عمليات عدائية من قبل المجموعات الإرهابية وعمليات عسكرية لمكافحة هذه المجموعات. وبالتالي فإن هذا الواقع يستتبع من جهة اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية. الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسقة الإغاثة الطارئة كيونغ وكينغ رأت أن المسؤولية الأساسية عن هذه المعاناة تقع على الطرف الذي يفرض حصاراً، ويشارك في المسؤولية هؤلاء الذين يقومون بأنشطة عسكرية من مناطق سكنية ويستخدمون المدنيين دروعاً بشرية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رأى أن الأطراف المتصارعة في سوريا لا سيما الحكومة السورية ترتكب أعمالاً وحشية وانتهاكات ضد المدنيين. الأمم المتحدة اتهمت الأفرقاء المتصارعين بارتكاب جرائم حرب وتجويع المدنيين في الاجتماع الثاني الذي يعقده مجلس الأمن حيال هذه القضية خلال الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية ظهور صور لمدنيين يتدورون جوعاً في بلدة مضايا. ميدانياً سجل الجيش السوري الحكومي تقدماً في الريف الشرقي لحلب لجهة مطار كويرس. تداعيات إخلاء سبيل ميشيل سماحة بعد الإعلان. أحييكم من جديد. في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني رئيس مجلس النواب نبيه بري رأس اجتماعا ضم النواب محمد قباني، ياسين جابر، باسم الشاب، روبير فاضل وألان عون، وجرى عرض لما يتعرض له لبنان من ضغوط مالية واقتصادية. كذلك جرى البحث في التحضيرات للدورة 18 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس المجلس، والذي يعقد غدا الأحد في مجلس النواب ويستمر لغاية يوم الاثنين الواقع في 19 من الشهر الحالي. وكان الرئيس بري قد التقى المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في لبنان محمد علي شريعة مداري، الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. إخلاء سبيل ميشيل سماحة لا يزال يتفاعل. وفد من 14 أذار زار ضريح الرئيس الحريري، والرئيس السنيورة يرى أن إطلاق سماحة إجراء ظالم وجائر ويستخف بدماء الشهداء، داعيا إلى وقفة صمت في كل المحاكم. اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل سماحة عار علينا وأمر مرفوض. السنيورة وخلال كلمة ألقاها باسم قوى 14 من آذار وتقدمي الاشتراكي من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أشار إلى أن هل من المعقول أن يتم اعتقال بعض الشبان ورميهم في السجون لسنوات من دون محاكمة لمجرد الاشتباه بهم، فيما يتم الإفراج عن مجرم إرهابي اعترف بجريمته، مؤكدا أن قوى 14 من آذار ستدعم وتصوت للمشروع البديل عن المحكمة العسكرية الذي اقترحه وزير العدل اللواء أشرف ريفي. إن هذه الرسالة الوقحة والصافعة التي وجهها من اتخذ هذا القرار المشؤوم تقول للشعب اللبناني ولكل اللبنانيين أنه ممنوع عليكم أن تحلموا ببلد تحترم فيه حقوق الإنسان وحقوق المواطن، وأنه ممنوع عليكم أن تحلموا ببلد لا يتم فيه الكيل بمكيالين ولا تطبق فيه سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد، وأنه ممنوع عليكم أن تحلموا بقضاء عادل ونزيه، وممنوع عليكم أن تعيشوا في بلد تطبق فيه العدالة. وهم يرون اليوم وبأم العين أنهم كانوا على حق
عندما قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي، حيث تتثبت توجساتهم من أنه لا يمكن إحقاق العدالة عبر المؤسسات اللبنانية. إن هذا الإجراء الجائر والظالم أتى عقب التلاعب بعضوية المحكمة العسكرية والعمل الشائن الذي جرى لتغيير أعضائها، تمهيداً لإصدار هذا القرار بإخلاء سبيل ميشيل سماحة. لن نقبل ولن يقبل اللبنانيون بعد اليوم أن تتحكم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب اللبناني، وهي تخرج وتدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرر موقفها بأنها تتصدى للكيدية والنكد. فيما النكد والكيدية معروف موقعها ومصدرها ومن يمارسها ومن يقف خلفها. السنيورة دعا نقابة المحامين إلى وقفة صمت ورفض واحتجاج لمدة 10 دقائق الساعة 12:00 المقبل في كل لبنان. رئيس تجمع بيروت المحامي محمد أمين الدعوق رأى أن قرار إخلاء سبيل سماحة يخالف المنطق أولا، وأنه من غير المقبول بقاء مئات الشباب من الإسلاميين في السجون من دون محاكمة حتى اليوم. بيار البيع. أكد المحامي محمد أمين الدعوق أن كل لبنان قد يكون بخطر بعد الذي حدث مع الوزير السابق ميشيل سماحة، لأنه يجافي المنطق أولا. الجرم الذي هو مسند إلى ميشيل سماحة ومثبت بكافة أنواع الإثباتات وفي طليعتها الاعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. يعني اليوم شو ما كان في عندك إثباتات، أنا شفتك، أنت شفتني، كل هيدا يهون صوب أن إنسان قال أنا عملت كذا. فهذا المتهم بهذا الكم وهذا الحجم من الجريمة التي تبدأ في منطقة لبنانية حساسة وتتناول سيادة المطرق، تتناول سماحة مفتي طرابلس، وتتناول يعني الحقيقة اللي شاف التفاصيل وسمع الاعترافات، يعني يكاد أن يهتز فزعا على المصير اللبناني كله. ليس هناك من محاكم عسكرية إلا في البلاد المهتزة إلى أقصى حدود الاهتزاز. وعما إذا كان سماحة يصنف في خانة العملاء، قال الدعوق: ما أنا بتصنفه، يعني هذا واقع للأسف الشديد. يعني هو جاء من سوريا بناء على تعليمات من المملوك، وبعضهم يقول من الأسد نفسه، وجاء مش حتى يبشر بالمبادئ السورية العظيمة اللي تحمي الناس. الدعوق الذي اعتبر أن ما جرى قد يفتح المجال أمام أمور أخرى أسف لأن بعض الموقوفين الإسلاميين منذ 3 سنوات لم يلاقوا حتى محاكمة. لا يجوز أنه تحط واحد بالحبس ومتكأنه يعني هذه متكأن أقبية مخابرات صارت في أقصى وأشد البلدان قساوي في التعامل مع الناس. طيب هذا المجرم اللي عم تسميه إسلامي ولا تحيله إلى المحاكمة ولا حاكمه وأصدر بحقه العقوبة اللي بيستحق. أنا مني ضد محاكمة أي إنسان تثبت عليه جريمة. لا يجوز أن نضع في الحبس إنسان كل هذه المدة وهو غافل عن مصيره ومصير عائلته. أهالي الموقوفين الإسلاميين تحركوا اليوم بين المحكمة العسكرية وسجن رومي وشمالا، داعين إلى إصدار إعفاءات بحق أبنائهم. ما زالت قضية إخلاء سبيل ميشيل سماحة بكفالة مالية قدرها $100,000 تتفاقم، فأمام المحكمة العسكرية التي أصدرت قرار إخلاء سبيل سماحة تجمهر عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين منددين بحكم سماحة، مطالبين بالإسراع في محاكمة أبنائهم وإخلاء سبيل جميع الأبرياء. نساء أهالي الموقوفين الإسلاميين انتقلوا إلى أمام سجن رومي
حيث رفعوا اليافطات مطالبين الدولة اللبنانية والمحكمة العسكرية بتسريع محاكمة أبنائهم وتحمل مسؤوليتهم في هذا الملف. وعن وضع المساجين الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام عقب صدور حكم سماحة، تحدث الأهالي الذين لم يحضروا الطعام هذه المرة على غرار الزيارات السابقة عن وضع أبنائهم، مؤكدين أن جميع أبنائهم مضربين عن الطعام والماء ويمتنعن عن أخذ الدواء، محملين الدولة المسؤولية عن أي ضرر يصيب أبنائهم، متسائلين هل الذي تم توقيفه فقط نتيجة وثيقة اتصال يبقى قابعا في السجن، ومن حاول تفجير لبنان معترفا يخرج بكفالة مالية. وفي عكار تجمع عدد من أهالي بلدات العكارية رافعين اليافطات منددين بالحكم الصادر بحق سماحة، مستذكرين شهادة اللواء الشهيد وسام الحسن، وطالبوا بالتصويت للمشروع البديل الذي اقترحه وزير العدل اللواء أشرف ريفي، وبالإفراج عن الموقوفين ظلما والإسراع بمحاكمتهم. هل فقد ميزان العدل زئبقه؟ هل باتت الساحة اللبنانية مسرحا للعملاء والخونة؟ عذرا لم يعد الكلام ممكنا أمام هول الفضيحة التي داست بنعال المحكمة العسكرية فوق كرامة اللبنانيين. المحكمة قامت بالإفراج على من عمل وسهر وتآمر على بلده مع دولة أجنبية، فوسام الحسن رحمه الله تعالى بدل من أن يكرم يقتل ظلما وعدوانا، شيء لا يمكن أن يصدق. أي تكفير وأي شرك وأي إجرام هذا؟ وفي سياق متصل، بدأ أهل الموقوفين والسجناء في طرابلس جولتهم على السياسيين والمرجعيات لمطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم أمام ظلم أبنائهم القابعين في السجون. اللقاء التشاوري صيدويرة أن قرار محكمة التمييز العسكرية بإخلاء سماحة غير مقبول، داعيا إلى معاقبة المرتكب بحجم ما ارتكب. عقد اللقاء التشاوري صيدوي اجتماعه الدوري في مجد اليوم بدعوة من النائبة بهية الحريري، حيث جرى التداول في المستجدات على الساحة الوطنية وفي الوضع في صيدا ومخيماتها. وتوقف اللقاء عند موضوع الاستحقاق الرئاسي، فاعتبر أن استمرار الشغور في موقع الرئاسة الأولى هو نقطة سلبية في الحياة السياسية والدستورية في لبنان لا يمحوها إلا انتخاب رئيس للجمهورية، لتعود عجلة الحياة الدستورية إلى دورانها ويستعيد معها البلد حيويته. وتطرق اللقاء إلى قرار محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل ميشيل سماحة، فرأى أنه غير مبرر وغير مقبول، مطالبا هذه المحكمة بعدم الكيل بمكيالين في إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الموقوفين منذ سنوات لمجرد الاشتباه في قضايا صغيرة لا ترقى إلى الجرم الموصوف والمثبت بالدلائل الذي ارتكبه سماحة. وشدد اللقاء في هذا السياق على ضرورة معالجة أساس المشكلة عبر الاحتكام للمؤسسات الدستورية التي تنظم عمل ومهام وصلاحيات كل المؤسسات بما فيها القضائية. من جهة ثانية، التقت النائبة بهية الحريري في بيت الوسط فعاليات بيروتية وممثلي هيئات وقطاعات أهلية ومدنية واقتصادية. وفي كلمة لها خلال اللقاء، تطرقت الحريري إلى موضوع إخلاء سبيل ميشيل سماحة، فرأت أنه أمر مؤسف وأن ما حصل من غضب شعبي وحراك مدني رفضا لهذا القرار هو أمر طبيعي عندما يشعر الناس بالظلم، وأضافت: ولكن في نفس الوقت سنبقى متمسكين بالدولة وبالقضاء، لكن القضاء العادل الذي يحمي حقوق الناس. أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ميميم لانتمائه إلى تنظيم إرهابي وتواصله مع أشخاص إرهابيين، واعترف ميميم بانتمائه ومبايعته لتنظيم داعش ومحاولته المغادرة خلصة إلى سوريا عبر تركيا للقتال في صفوفه، وأنه يؤلف مع آخرين خلية ناشطة في مجال تجارة الأسلحة وتأمين الدعم اللوجستي ونقل الأموال لصالح التنظيم المذكور، إضافة إلى تواصله مع اللبناني الإرهابي ميم كاف المطلوب بجرائم إرهاب. بعدما يقارب السنة من انتهاء المعارك بين جبل محسن وباب التباني، تلفزيون لبنان جال ميدانيا في منطقة الجبل، والأهالي أكدوا وقوفهم إلى جانب الجيش اللبناني، والمجتمع المدني لعب دورا أساسيا في تغيير المزاج الشعبي ويدعو لتفعيل الإنماء في المنطقة. بيير البيع. ما يقارب السنة أو أكثر بقليل مرت على انتهاء المعارك بين منطقتي جبل محسن وباب التباني،
بعد هذه الفترة حصلت مصالحات وعادت المياه إلى مجاريها بين المنطقتين. الأجواء في جبل محسن تغيرت وتبدلت إلى حد كبير، فالشعارات الحزبية غير اللبنانية أزيلت بنسبة كبيرة قد تقارب 90%، ومعظم اللافتات والشعارات الموجودة في الجبل اليوم تؤيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، والكل هنا يجمع على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية، لكنه يطالب أيضا بالإنماء، خصوصا أن نسبة الفقر تخطت المعدلات المعروفة أصلا في طرابلس. لبنان بمية، لأن احنا لبنانية وانتماء للدولة اللبنانية ولقانون اللبناني وللجيش اللبناني، نحن لبنانية يعني، وعارض لبناني نحن لبنانية. أنا لبناني غصبا عن كل شيء، شو غصبا عن اللي بيقوله واللي ما بيقوله. وشو بتقول للجيش اللبناني اليوم؟ أحلى شيء بالكون يعني بلبنان هو الجيش اللبناني، هو هدف كل الشعب يعني. اليوم يعني الشيء الحلو أثبت الجيش قدرته على الحفاظ على الأمن، وعطانا أمن واطمئنان لكل المنطقة هون، خاصة أبناء جبل محسن بعد الأحداث اللي صارت. الجيش حسسنا أنه نحن محميين بوجوده. المجتمع المدني في منطقة جبل محسن لعب دورا أساسيا في التغيير الملحوظ في الرأي العام، وعمل على توحيد أهالي المنطقتين من خلال نشاطات متعددة، وركز في أكثريتها على الجيل الجديد، ويؤكد المجتمع المدني بدوره على العمل من أجل إنماء هذه المنطقة. واللي كان مؤسف جدا أنه هي بالنسبة لنا كلنا سواء كانت حرب عباسية، واللي ملفت للنظر أنه المنطقتين عندهم قواسم مشتركة عديدة، أهم الفأر والحرمان، فلاش بدهم يتقاتلوا مع بعضهم؟ لأنه بيكون في اثنين عندهم نفس البيت يعني نفس الهدف الحياتي اللي المفروض يحققوا، اللي هو إزالة الغبن والحرمان عنه. أنا دائما دعيتهم وبدعون هلا كمان لشبك أيديهم بأيدي بعض والنزول إلى الشارع بمظاهرات سلمية، تطالب الدولة بإيجاد فرص عمل لهم، وتطالب الدولة برفع الغبن والحرمان عنه، لأنه منطقتين حرام ما بيستاهلوا كل الدم اللي سيل منهم، هذا بالأخير دم لبنان. نحن ما بنسمح لحد يشكك بلبنانية هالمنطقة، لأن هيدي المنطقة من الأزل من البداية هي لبنانية. هيدي المنطقة بتموت في سبيل الجيش اللبناني، بتضحي بأرواحها بأرواح أولادها في سبيل الجيش اللبناني. هي ما بس منطقة بعل محسن، منطقة التبينة كمان، لأن اثنين منطقة واحدة بالأخير. هذه السلالم وهذه الأبنية المحيطة شهدت أعنف المعارك بين منطقتين لبنانيتين، جبل محسن وبيب التباني. أما اليوم فأهل هذه المناطق يؤكدون أن ما حصل ليس سوى غيمة صيف عابرة، ويؤكدون أيضا أنهم لم ولن يقبلوا سوى بالجيش اللبناني حاميا لوحدتهم ولأمنهم ولشرعيتهم في الدولة اللبنانية. من المنطقة التي تفصل بيب التباني عن جبل محسن، بلال شومان، بيير البيع، تلفزيون لبنان. وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أعلن أن الشحن إلى أوروبا جار ولبنان لم يوضع على القائمة السوداء، مؤكدا أن المطار بحاجة إلى تجهيزات جديدة. على رغم إقراره أن مطار رفيق الحريري الدولي بحاجة إلى تجهيزات جديدة وتحديث بأنظمته، إلا أن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لم ينكر في مؤتمر صحفي من مبنى المديرية العامة للطيران المدني أن الإدارة أحرزت تقدما لا سيما فيما يتعلق بالرادارات، لافتا إلى أنه تم وضع لبنان تحت خانة إحراز تقدم جيد جدا في مجال مواكبة السلامة للطيران المدني، داعيا بشكل أساس وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار إلى السلبية في نقل الأخبار. بالنسبة لموضوع الشحن لأوروبا، عم يتم تطبيق كل المعايير المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، كل المعايير المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، والشركات التي تقوم بأعمال الشحن من لبنان إلى أوروبا حائزة على شهادة وكيل مرخص. الشحن إلى أوروبا يسير بشكل طبيعي، ولبنان لم يوضع على اللائحة السوداء للشحن. الحكي ممكن الحكي كتير هلا، نحن همنا وهاجسنا ودورنا تأمين السلام العام، إن كان بالنسبة للشحن وتطمين المسافرين في ذهاب وإياب. تصنيف المعتمد لوطن الأرز ليس كما ورد في الإعلام حذر في السلامة، بل إن الوزارة رفعت هذا التصنيف وتم وضع لبنان تحت خانة إحراز تقدم جيد جدا في مجال مواكبة إجراءات السلامة الموضوعة من قبل منظمة الطيران الدولي.
وأكد زعيتر أنه بعد أن تبين وجود خلل في العمل بالمديرية العامة للطيران المدني كعدم متابعة عمل عقود الاستثمار الجارية في المطار، أجريت مناقلات إدارية وفنية واسعة شملت أكثر من 30 مركزا قياديا في المطار، وتم إنجاز تحديث في بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تعنى بتطوير عمل المطار، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية لتلبية طلبات شركات الطيران وتطلع إلى زيادة عدد المسافرين ليتجاوز 10 أو 12 مليون راكب، لكن تلبية هذه الطلبات كانت مترافقة بالالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى للطاقة التشغيلية للتخفيف من الفوضى، مع الحرص الكامل على عمل شركة طيران الشرق الأوسط، كما تم العمل على معالجة الهواجس المرفوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني. وفيما يتعلق بملف سور المطار، لفت زعيتر إلى أنه أصبح في خواتيمه. هذا الملف يتم تداوله بشكل دائم ومستمر، كل ما دق الكوز بالجرة سور المطار وين سور المطار وين. من 2010 لم يبدأ أو يباشر أو يعني ما بدي أقول يفكر بهذا الموضوع لحتى بدأنا فيه نحن، وأنا هون مش عم يعني بحاول حمل مسؤولية، ربما ظروف معينة كانت أخرت في إنجاز هذا الملف، بس بقدر أقول أنه نحن في هذه الإدارة هذه الوزارة عملت ما عليها وأنجزت هذا الملف وأصبح في خواتي. زعيتر ذكر أنه تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لمتابعة موضوع احتياجات المطار، والاجتماع سيعقد الثلاثاء المقبل مع المعنيين لطرح ما هو مطلوب لتوفير الاعتمادات لتأمين كل ما يلزم للمطار. حددت وزارة التربية بدء الامتحانات الرسمية في 31 أيار للشهادة المتوسطة و9 حزيران للشهادة الثانوية. وإلى الصفحة الاقتصادية. منتدى رجال الأعمال بين لبنان وقبرص ينطلق في 12 الشهر الحالي اليوم. استاذ عبير بركات، حضرتكم يعني منظمين المنتدى، نحن 37 مليون دولار مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يعني ألا تعتقدي أنه هيدا الرقم ضعيف وشو رح بيفيد المنتدى؟ مزبوط، نحن المنتدى العمل لهذه الغاية. المستوى العلاقات الاقتصادية بين لبنان وقبرص كتير متدنية لسنة 2014 بحسب دراسة غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة محمد شقير، عملوا هيدا الإحصاءات وبيّن أنه النسبة كتير قليلة، فهيدا المنتدى هو لحتى لرفع هيدا مستوى العلاقات الاقتصادية ولفتح مجالات لرجال الأعمال ليشوفوا طرق الاستثمار. طيب اليوم شو رح يقدموا رجال الأعمال لرجال أعمال أبارسة يعني كاستثمارات بلبنان؟ أوكي، هلأ هو المنتدى يعني كيف رح بيتم جذب المستثمر رجال أعمال القبرصيين على لبنان؟ جذب يعني اول شيء رح يكون جذب اللبنانيين لقبرص، اول خطوه هيدا رح تكون. رح ينبثق عنا بعدين مكتب دايم بقبرص لا يعني تطوير العلاقات الاقتصاديه بين البلدين، بيصير رجل اعمال لبناني اللي بيروح على قبرص بشوف انه شو في انا استثمر باي قطاع، كيف الطريقه، شو الضريبه اللي بدي ادفعها، يعني كل هالمعلومات اللي بتهمه. واكيد بالمقابل كمان رح يصير في فورم بعدين لرجال اعمال قبرص بلبنان كمان. وصلتوا اليوم مع رجال الأعمال هنيك يعني وشفتوا أكيد. شو هي الأرضية، شو مطلبهم بلبنان، شو هي طموحاتهم، أكيد. شو كانت ردود فعلهم؟ أول شيء بهمهم كتير أنه ينموا شوي اقتصادهم بعد الكريز اللي صارت عندهم. لا عم بحكي أنا عن لبنان، هن شو بهمهم بلبنان؟ هن شو بهمهم بلبنان؟ كمان بهمهم يستثمروا، بس بعد الوضع الأمني شوي بخوفهم، فنحن بس يصير عنا شوي استقرار أمني أكيد رح نشتغل أكتر على الموضوع. قد ايه برايك هذا الموضوع بيأثر اليوم الاستقرار الامني والسياسي لجذب المستثمر العربي والاجنبي؟ اكيد كثير، دغري بيقولوا لك بس روحي لعندهم انه ليه ما بتجوا على لبنان، دغري بيقولوا لك ما عندكم وضع امني، اكيد كثير بيأثر. فنحن هذا الوضع يعني بس يصير في امن بلبنان اكيد يعني بيقوى اليوم بلبنان. هناك شراء بيوت مثل عروض مغريه لشراء بيوت يعني للشباب اللبنانيه في قبرص، هذا الموضوع برايك قد ايش بيأثر على لبنان وعلى هجره الشباب من هون؟ مزبوط، نحن رحنا كمان على قبرص عملنا تحقيق عن الموضوع لبناني أكتر لأنه الرخص يعني رخص الأسعار. عم يستثمر بيت ب 30 ألف أورو اللي هو نسبة كتير قليلة، هون بدك 300 ألف تقدر تشتري بيت، فاللي عم بيصير هو كمان عم بيعدون بإقامات. طب هذا برأيك شيء منيح للشباب اللبناني أنه يطلع لبرا يشتري بيوت بدل ما يشتري بلده؟ أكيد لا، أكيد لا، بس أنه يعني شو بنعمل بالوضع هلأ، لازم نحن يعني نشتغل شوي على حالنا. نتابع النشرة بعد الفاصل.
أحييكم من جديد. 29 دولارا وخمسة وسبعون سنتا سعر برميل نفط برنت. بهذا الهبوط تم تسجيل أرقام الأسواق العالمية في انخفاض إلى ما دون السعر المتدني الذي سجل في آذار الماضي عندما بلغ في الأسواق آنذاك 29.95. في الغضون يرتقب زيادة في الصادرات الإيرانية مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران. الأسهم في البورصات العالمية خصوصا الأمريكية سجلت هبوطا حادا في الساعات 24 الماضية لدى انخفاض سعر البرنت. في العراق عمليات تطهير الرمادي مستمرة وخسائر فادحة لداعش، وحكومة كردستان العراق تستبعد الهجوم على داعش في الموصل خلال العام الحالي. مع مواصلة تطهير الرمادي من تنظيم الدولة الإسلامية سيطر الجيش العراقي على منطقة البومحل بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، وتمكنت القوات العراقية من تحرير منطقة الصوفية في محافظة الأنبار بالكامل من داعش، وكبدت التنظيم خسائر فادحة في الممتلكات مع سقوط عدد كبير من القتلى. وقعت مواجهات في وسط الرمادي أسفرت عن مقتل 6 من القوات العراقية وأكثر من 15 من داعش، وفيما تساند طائرات التحالف الدولي الطيران العراقي لضرب داعش، تمكن صقور الجو العراقي من تنفيذ ضربة أسفرت عن مقتل المفتي الشرعي لداعش في منطقة المحمدي. إلى ذلك تم العثور في الرمادي على كميات كبيرة جدا من الأسلحة والعتاد لداعش، ومن المقرر أن توزع على مقاتلي العشائر. وفي الموصل شمال العراق كشف مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تنفيذ سلاح الجو الأمريكي ضربة بقنبلتين نوعيتين على مبنى يخزن فيه داعش كميات كبيرة من الأموال تقدر بملايين الدولارات. في هذا الوقت استبعدت حكومة كردستان العراق الهجوم على داعش في الموصل في محافظة نينوى لأن القوات العراقية غير جاهزة حتى الساعة. ختام النشرة، توني وأنا نشكر متابعتكم. إلى اللقاء.